جهيمان العتيبي، مواطن سعودي لم يسمع به أحد قبل اقتحامه الحرم المكي، هو ونفر من جماعته عام 1979، إبان عهد الملك خالد بن عبد العزيز، طالبين البيعة لمحمد بن عبد الله القحطاني صهر جهيمان، بزعم أنه المهدي المنتظر. احتجزوا عدد من المصلين رهائن إلى أن حررتهم القوات السعودية بعد أسبوعين من الاحتجاز، لينتهي المطاف بمقتل المهدي المزعوم وعدد من رفاق جهيمان الذي أعدم لاحقاً هو وبقية رفاقه. ولد جهيمان بن محمد بن سيف الضان الحافي الروكي العتيبي في 16 من سبتمبر أيلول عام 1936، ولد في مدينة ساجر التي تتبع لمحافظة الدوادمي. هو من قبيلة عتيبة فخذ الصقور الذين استوطنوا في هجرة ساجر التي يقال إنها معقل الإخوان البدو الذين شكلوا القوة الضاربة في جيش الملك عبد العزيز في مرحلة التأسيس. والده محمد بن سيف كان مرافقا للسلطان بن بجاد وشارك في معركة السبلة ضد الملك عبد العزيز، وجده سيف يلقب بسيف الضان أحد فرسان البادية. لم يعرف عن جهيمان أنه التحق بتعليم نظامي، والروايات المتعلقة بهذا الشأن غير مؤكدة، ولم يثبت أنه تلقى تعليما جامعيا دينيا نظاميا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا أن صديقه ناصر الحازمي يؤكد أن جهيمان غادر مقاعد الدراسة وهو في الصف الرابع الابتدائي. عمل جهيمان بوظيفة سائق شاحنة في الحرس الوطني السعودي لمدة 18 عاما. تأثر جهيمان في شبابه أوائل ستينيات القرن العشرين بفكر جماعة الدعوة والتبليغ، لكنه انخرط لاحقا في الجماعة السلفية المحتسبة وأصبح مسؤول الرحلات فيها، وتركز نشاط تلك الجماعة في الوعظ وتسيير الرحلات الدعوية إلى القرى والبوادي. كان جهيمان يتفادى الذهاب إلى المدن الكبيرة والدعوة في مساجدها بسبب ضعف فصاحته مقارنة بخطباء المساجد الآخرين، لكنه أدخل نفرا من تلك الجماعة إلى أتون القضايا السياسية وشكك في شرعية الحكم السعودي، وقد تسببت رؤاه المتشددة في سوء علاقته بشيخه مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز في أواخر عام 1399 للهجرة. أبلغ محمد بن عبد الله القحطاني صهره جهيمان الذي يقاربه في العمر، فهو من مواليد 28 من سبتمبر أيلول عام 1935، أنه رأى في منامه أنه هو المهدي المنتظر، وأنه سوف يحرر الجزيرة العربية والعالم كله من الظالمين. مع بزوغ فجر غرة محرم من عام 1400 للهجرة الموافق 20 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1979، دخل جهيمان وجماعته المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء صلاة الفجر يحملون نعوشا، وأوهموا حراس المسجد الحرام أنها نعوش لموتى سيصلون عليها صلاة الميت في الحرم بعد صلاة الفجر. والحقيقة أن هذه النعوش كانت توابيت خزنوا داخلها أسلحة نارية وذخائر. وما إن فضت صلاة الفجر حتى قام جهيمان وصهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلنوا للناس نبأ ظهور المهدي المنتظر وفراره من أعداء الله واعتصامه في المسجد الحرام. ثم قدم جهيمان إلى المصلين صهره محمد بن عبد الله القحطاني باعتباره المهدي المنتظر ومجدد هذا الدين. قام جهيمان وأتباعه بمبايعة المهدي المنتظر، وطلبوا من جموع المصلين مبايعته. أوصدوا أبواب المسجد الحرام فوجد المصلون أنفسهم محاصرين داخل المسجد، وفي نفس الوقت كانت هناك مجموعات أخرى من جماعة جهيمان تقوم بتوزيع منشورات ورسائل وكتيبات كان جهيمان قد كتبها. احتجز جهيمان وجماعته كل من كان داخل الحرم بمن فيهم النساء والأطفال 3 أيام، أخلوا بعدها سبيل النساء والأطفال وبقي عدد من المحتجزين داخل المسجد. حاولت الحكومة السعودية منذ اللحظات الأولى حل هذه المشكلة وديا مع جهيمان بدعوته وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين والاستسلام والخروج من الحرم، إلا أنه رفض، فعطلت الصلاة والمناسك في البيت الحرام وتبادل الطرفان إطلاق النيران. بعد نفاذ صبر الحكومة السعودية تدخلت قواتها معززة بقوات الكوماندوز في هجوم استخدمت فيه تقنيات عسكرية جديدة لم يعهدها جهيمان وأتباعه،
فسقط منهم عدد من القتلى من بينهم صهره، وشكل مقتله صدمة كبيرة لأتباع جهيمان الذين اعتقدوا أنه المهدي المنتظر وأنه لا يموت، فبدأوا في الانهيار والاستسلام تباعا، واستسلم جهيمان أيضا. في 9 يناير كانون الثاني عام 1980 تم تنفيذ حكم الإعدام حدا بالسيف في من تمت إدانتهم في هذه الواقعة حسب أحكام القضاء الشرعي السعودي، حيث أعدم 61 مدانا في مقدمتهم جهيمان العتيبي وسجن 19 آخرين. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.